عليكم، اهلا بيكم معايا في قناة وصفات ومنوعات. ان شاء الله الفيديو ينول اعجابكم، ما تنسوش اللايك والشير علشان يوصل لكم كل جديد وتشتركوا في القناة. النهاردة وصفتي هي وصفة اسكالوب بانيه او البفتيك المقلي. اهم حاجة في البفتيك انك تجيبيه رقيق كده من عند الجزار، يكون دقيق لك عليه بالشاكوش بتاع اللحمة ده علشان يبقى رقيق كده وما ياخدش معاكي وقت في السوا وما يكونش مقطع ويكون مظبوط معاكي. نخش على المقادير. معايا طبعا هنا بفتيك على حسب الرغبة بقى، على حسب العدد عندك وعلى حسب الكمية اللي انت عاوزة تعمليها. ومعايا مية بصل. مية البصل دي عملتها ازاي؟ جبت بصلاية متوسطة فرمتها وجبت المصفى حطيتها وعصرتها كويس قوي تفل البصل لما نزل ميته مع رشة ملح وبقت جاهزة معايا. هعمل ايه بقى؟ اهم حاجة هتبل البفتيك. هحط مية البصل، هحط لها رشة فلفل اسود، واحط لها ملح، واحط لها معلقة خل. وكده التتبيلة بسيطة، مية بصل ورشة فلفل اسود وملح ومعلقة خل، بقت جاهزة معايا. هحطها بقى على البفتيك. مية البصل دي هي اللي هتتبل لي البفتيك كويس. احاول بقى ادخل التتبيله كلها في البفتيك في شرايح اللحمه كده كويس علشان تاخد كلها من ميه البصل وتتشبع كويس، لان هي دي اللي هتسوي لي كويس اللحمه ويكون طعمها مظبوط. بعد ما تبلتها كده هجيب كيس بلاستيك او كيس اللي هو الاسترتش، لو مش عندك يبقى كيس بلاستيك كده، ونقفل عليه كده وهنحطها في التلاجة تتبل يعني مش اقل من حوالي 4 ساعات او 3 ساعات، والمستحسن تكون متبلاه من قبلها بيوم بالليل. هدخله التلاجة وهرجع لكم تاني ان شاء الله، استنوني. ورجعت لكم تاني وجبت البفتيك من التلاجة وخلاص اتظبط كده واتبل كويس. عندي بقى كمان للقلي هحتاج بقسماط ناعم، وهحتاج دقيق، وهحتاج بيض. هنا انا حطيت 4 بيضات وحطيت عليهم بق ميه بس، ربع كوبايه ميه، وضربتهم كويس قوي كده مع بعض كده، خلطتهم كويس قوي، ورشه ملح ورشه فلفل اسود كده. خلاص البيض بقى جاهز معايا. وهنا انا حطيت رشه ملح على البقسماط ورشة فلفل اسود، عشان طبعا لازم نتبل البقسماط علشان يبقى طعمه حلو ومدي طعم حلو ما يبقاش دلع معايا في البفتيك. وعندي الدقيق جاهز. هبتدي بقى اشتغل كده على طول، اخد بالشوكة كده قطعة بفتيك، هحطها الاول في الدقيق، اغمسها كويس كده في الدقيق وش وظهر كده. كده ننفض كويس كده، جاهزة معايا. احطها بقى في البيض. اول خطوة لازم احط البفتيك في الدقيق وبعدين من الدقيق للبيض علشان ياخد معايا طبقة كويسة، وبعدين احطه في البقسماط كده بالشكل ده، افردها كده كويس. هعمل بقى بايدي الناحية التانية كده، احاول اغلفها كويس قوي واتك عليها كده. كده بقت جاهزة معايا اول قطعة. اجيب طبق بقى احطه هنا كده معايا، احط فيه تاني، اخد كمان قطعة، اغمسها في الدقيق الاول كده وش وظهر كده، ومن الدقيق للبيض طبقة بيض كده كويسة برضو تكون غطسانة كويس كده في البيض. اصفي كويس كده وانقلها في البقسماط، اديها وش كويس، اتك كده كويس علشان
تاخد كويس معايا طبقة كويسة كده جاهزة معايا، حط في الطبق، اخد تاني قطعة كمان بالطريقة دي كده، احطها في الدقيق كده لغاية ما اخلص الكمية كلها معايا كده، افرد تمام كده. لازم اعمل لها طبقة كويسة من الدقيق علشان الطبقة دي هي اللي هتحافظ معايا على الباقي، القشرة بتاعتها من بره، الغلاف من بره كده، واحطها في البيض برضو، تاخد طبقة كويسة من البيض كده. كل شغلك بالشوكة كده علشان تعرفي تملكيها كويس، عشان البيض بقى لخبطة وكده اهو. ونفردها هنا في البقسماط، نديها وش كويس كده، نفردها برضو بالشوكة وكله تمام التمام كده. احاول اغلفها كويس بالبقسماط علشان تاخد طبقة كويسة، يبقى غلاف كويس وما يقشرش معاكي. كده تمام تمام التمام، ونكمل كله بالطريقة دي، وان شاء الله حطه في التلاجة شوية يمسك نفسه شوية لغاية ما ايه الزيت يسخن، وارجع لكم تاني بإذن الله. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني حبايبي. خلاص انا جبت البوفتيك من التلاجة، مسك نفسه شوية وعندي زيت سخن هنا انا محضراه، هحط على طول واقول بسم الله زيت سخن وهدي النار عليه علشان ما يتحرقش مني، علشان يديني نتيجة كويسة لازم اهدي النار عليه، تكون نار متوسطة شايفين كده يا حبايبي، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. جميل. خلاص بيدي اللون الحلو اهو الذهبي، ابتدي اقلب بقى كده واحدة واحدة بالراحة، وبرضه اكون موطية النار عليه علشان ما يحرقش مني. شايفين اللون الذهبي ما شاء الله تحفة، بصوا القشرة مش مقشر معايا خالص، يعني مفيش قشرة، الغلاف الخارجي ده مقرمش وتحفة مش مقشر معايا. زي ما قلت لكم هو لازم الخطوات بتاعته الدقيق الأول والبقسماط، وبعد كده الدقيق، وبعدين البيض، وبعدين البقسماط، لازم كده خطوة خطوة زي ما عملنا علشان يطلع معاكي بالطريقة دي كده وباللون الذهبي التحفة ده. خلاص يا جماعة قرب اهو، ايوه انا سامعة حد كده بيقول جوعتينا، اتفضلوا يا جماعة معانا بجد. ايوه حد عاوز سندوتش بألف هنا، جربوا الوصفة هتعجبكم قوي، جربوا الطريقة دي اللي انا قلتلكم عليها، امشوا كده واحدة واحدة. البنات اللي لسه بتجرب تخش المطبخ امشي بالخطوات واحدة واحدة كده، وابدأي بسم الله هتلاقي نفسك اتعودتي وعملتي وتعلمتي حاجات كتير قوي. وانا برضو مستنية تعليقاتكم وهرد على كل الاستفسارات بإذن الله، وتقولولي رأيكم في الوصف. خلاص اهو بيبتدي ياخد لون دهبي من تحت، لازم نخلي بالنا تكون النار هادية عليه علشان ما يتحرقش منك، يبقى وش محروق شوية ووش ذهبي، لا احنا عايزينه كله يكون لون واحد اهو ذهبي ما شاء الله. هطلع دي القطعة دي كده، خلاص عندي طبق محضرة فيه ورق مطبخ
شايفين مقرمش غلاف الخارجي ده، لازم نخلي بالنا الغلاف الخارجي ده مش مقشر معايا خالص. بسم الله ما شاء الله تحفة كده. اطفي بقى النار عليه علشان ما يتحرقش مني، واصفي كده بالراحه الزيت واحط في الطبق. بسم الله ما شاء الله تحفه. وبكده حبايبي وصفتي خلصت النهارده، وهي كانت البوفتيك او الستيك، وقدمت معاها بطاطس محمره وسلطه الطحينه. وان شاء الله هعمل لكم فيديو عن سلطه الطحينه باذن الله. واتمنى ان النهارده الوصفه تكون عجبتكم، وما تنسوش لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني وان شاء الله استنوني في فيديو جديد وباذن الله على قناه وصفات ومنوعات. استنوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.